عناوين النشرة. مذكرة توقيف غيابية بحق فينيانوس وأهالي شهداء تفجير المرفأ طفح كيلهم. غسان عويدات، غسان خوري، أنتم مجرمين وأنتم مدانين وذمنا برقبتكم. إيران، بنياس، لبنان، مثلث وصول المحروقات الإيرانية إلى لبنان. جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم لإقرار البيان الوزاري. المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان تشدد على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. الدولار دون 14,000، الأمر جيد. وصول الشحنة الأولى من الفيول العراقي أيضا جيد. صدور مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق يوسف فينيانوس، الخبر جيد للقضاء ولذوي ضحايا انفجار المرفأ، وسيء لرئيس تيار المرد سليمان فرنجية الذي غرد حميا وزيره الذي لم يحضر خوفا من قرار التوقيف ومن غضب الأهالي وهم يصرخون كفوا عن مواجهتنا بالسياسة، حرام عليكم، في دم أبرياء راحوا، نحن لا نفهم بسياساتكم بل نفهم أنكم قتلتمونا. ويحملون على أداء النيابة العامة التمييزية المشبوه والمريب من خلال تسريب معلومات التحقيق والتخلي عن دورها في الادعاء، ويهددون بخطوات غير سلمية. أما الخبر الأسوأ للطبقة السياسية فمصدره مشروع قرار للبرلمان الأوروبي يشير بوضوح إلى الفساد وشخصيات سياسية لبنانية عطلت التحقيق في تفجير المرفأ. إذن على خط التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت، لفت مشروع قرار البرلمان الأوروبي حول لبنان إلى أن الفساد عطل التحقيق في انفجار المرفأ وأن شخصيات سياسية لبنانية تقف وراء ذلك. المحقق العدلي القاضي طارق بطار أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق يوسف فينيانوس بعد تغيبه عن حضور جلسة اليوم أمامه. رئيس تيار المرد سليمان فرنجية علق على مذكرة التوقيف بحق فينيانوس قائلا: نؤكد وقوفنا إلى جانبه مدافعا عن نفسه وبحق ضمن القوانين المرعية الإجراء. بالتزامن اعتصم أهالي شهداء مرفأ بيروت أمام قصر العدل معلنين بدء خطوات تصعيدية غير سلمية ومطالبين القاضي غسان عويدات بالتنحي عن الملف، وقد تحدث باسم الأهالي إبراهيم حطيط. حاجتكم بقى تواجهونا بالسياسة وبالمسايسة وبالحصانات الطائفية والسياسية والحزبية، حرام عليكم، في دم، في أبرياء راحوا، أدروا هيدا الوجع، أدروا هيدا الدم، أدروا دموع الأمهات، العالم صار تتبزع عليكم. غسان عويدات، غسان خوري، أنتم مجرمين وأنتم مدانين وأنتم متهمين بدمنا ودمنا برعبتكم، الله يلعنكم كلكم سوا. وبعد إقفال الطريق لبعض الوقت أمام قصر العدل، انتقل الأهالي للاعتصام أمام منزل القاضي غسان عويدات وتحدث حطيط مجددا. نحن من زمان لمسين أنه النيابة العامة التمييزية معصلة دورها كجهة ادعاء، بل بالعكس واقفة ضدنا، يعني هي عم تطبخ سراح المتهمين وعم تبعث مذكرات إخلاء سبيل، وهذا مش دور النيابة العامة التمييزية، دورها بالعكس هي جهة ادعاء لتوقيفهم والادعاء عليهم. من ناحية تانية المماطلة والتسويف اللي عم بيثيروا بقصة الاستنابات اللي عم تروح للنيابة العامة، كمان نحن كنا نرتاب، هلا ما بقى نرتاب، هلا صرنا عنا اتهام حقيقي لهم بالمشاركة مع زعماء السياسيين. وقبيل جلسة التحقيق مع فينيانوس جرى اتصال بين ويليام نون ممثلان الأهالي والمحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري للاستفسار عن أسباب تأخره في بات الدفوع الشكلية المقدمة من الوزير، فكان الجواب: ما تعلمون شغلة إلى سنوات بالجنايات، حقوقكم الشخصية بتخدوها بالقانون لما بيخلص الملف. نون علق عبر صوت لبنان على مغادرة رئيس الحكومة السابق حسان دياب لبنان، مؤكدا أن تحركات الأهالي التصعيدية مستمرة. صراحة نحن معسول الهروب هذا وتعرض للعدالة، بس نحن بكل الأحوال أنا رسالة رئيس دياب أنه نحن نعرف أنه لا هو مفوت مكرات أمونيوم ولا هو مفجرة، شو بيعرف مفجرة،
الجهه اللي سجلتها هي ذات الجهه اللي منعتها ينزل على المرفق قبل الانفجار، هي ذات الجهه اللي هلا شغلتها وسيت انه يترك البلد، هذا رايي. نحن كل شيء بدنا منه يجي لنا هالجهه مين اللي تتحكم فيه؟ بصراحه نجرب محل نعمل تواصل معه هو مع انه هو اكيد رافض، تنوصله نحن في شغلتين كثير نحن ما عليهم حابين نوصل لهم بأسرع حديث اللي عم نقوله بالوسائل، لأن في إشي بعد مش طلع على الإعلام ونحن أكيد هذا مثلا مش طلع، بس إذا ما نوصل على الإعلام نأكد له إنه نحن عارفين شو اللي صار معه قبل الانفجار. نتابع النشرة وفيها بعد الفاصل عن يطلع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على الوضع الصحي في لبنان وكورونا تجتاح جبل محسن. في منشط المساء، ما هو حجم الآمال المعقودة على الحكومة الجديدة؟ وهل لديها من الوقت ما يكفي لمواجهة سلسلة الأزمات المتناسلة قبل دخول مدار الانتخابات النيابية؟ وكيف سيتعاطى المجتمع الدولي والعربي معها؟ الجواب مع عضو المكتب السياسي الكتائبي وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم. معشات المساء من صوت لبنان بعد نشرة 5:15. إعداد وتقديم جورج شاهين. تفادياً لأحراج الدولة اللبنانية، كما قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أدخلت المحروقات الإيرانية براً عن طريق سوريا، ووصلت الشاحنات التي تحمل هذه المحروقات إلى بعلبك. المزيد من التفاصيل مباشرة مع الزميل محمود شكر. نعم محمود تفضل. نعم، قسم حزب الله الخطة التي ينفذها على الأرض في هذه الأثناء إلى 4 أجزاء، في كل قافلة 20 صهريج، 9 صهريج 50,000 لتر، مما يعني أنه يريد أن يدخل 4 ملايين لتر خلال ساعات الصباح الأولى. طلائع هذه الصهاريج بدأت مع ساعات الفجر من بلدة القصير في الجانب السوري إلى معبر حزب الله في بلدة حوش السيد علي، ثم بعد ذلك اجتازت منطقة وجسر العاطي على عدة حواجز الجيش اللبناني بمواكبة أمنية وعسكرية للحزب، ووصلت بعد ذلك إلى منطقة اللبوي وأخذت طريقها إلى مدينة بعلبك. من المقرر مع ساعات الليل الأولى تكون هذه القافلة قد انتهت، لأنه كل 4 إلى 5 ساعات ينفذ الخطة على أجزاء متفرقة مع كل 20 صهريج، هو لا يريد أن يدخلها على دفعة واحدة. الإشارة إلى أن هذا الذي يجري هو بموازاة حضور شعبي لافت وأطلاق الرصاص غزير من حوالي ساعة تقريبا، سجل إطلاق قذائف الأرفجية والصاروخية أمام هذه القافلة، مع العلم إلى أن الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله كان بالأمس دعا قيادة الحزب في منطقة البقاع وكل الفعاليات إلى عدم التجمع والتجمهر، وإلى أيضا عدم إطلاق الرصاص، وكان الحزب قد تعاطى على الأرض مع كل الفعاليات، ولكن الأمر يخرج عن بعض الأحيان في المنطقة تبعا للتقاليد والمسائل العشائرية التي تعرف بها منطقة بعلبك، ولكن الاجتماع المركزي على الدوار الجنوبي في مدينة بعلبك الذي كان من المفترض أن يحضره الوزراء والنواب المنطقة ويكون فيه خطب ألغي إلغاء تام. بالعودة إلى الصهاريج، هي ستصل إلى دوار الجنوبي في دور في بعلبك، تقوم بالإفراج. حزب الله من جهته جهز ما يقارب 100 إلى 200 صهاريج من أنواع مختلفة، بدورها ستنقلها إلى الداخل اللبناني. من المفترض أن تبدأ طلائع الصهاريج اللبنانية بالتحميل من الصهاريج السورية مع الساعة 6 وتنطلق إلى البلدات، وتحديدا بدءا بالمستشفيات ودور العجزة في منطقة البقاع، وبعدها إلى كافة المحافظات اللبنانية. من البقاع كنت معكم محمود شكر، إذاعة صوت لبنان. النفط الإيراني كيف سيؤثر على السوق من جهة الأسعار والمنافسة، وما هو دور وزارة الطاقة؟ تقرير تراز الخوري.
أمام عيون السلطة السياسية ووسط تحذيرات من العقوبات أدخل النفط الإيراني إلى لبنان، وأمام أعين الجميع وفي وضح النهار، أمام صمت وزارة الطاقة التي لها الدور الريادي والقانوني في إبداء الرأي، وأمام عدم جواب الشركات المستوردة للنفط وردها باللا جواب، دخلت الصهاريج إلى البقاع اللبناني محملة بالمازوت الإيراني. ما هو تأثير هذا النفط الإيراني على الأسواق اللبنانية لجهة السعر والانتشار والمنافسة؟ ماذا تقول خبيرة النفط لوري هايطيان عبر صوت لبنان؟ بنتيجة النهار يعني اللبناني قد يصل لمحل ما بتفرق معه إذا هذه الضاعة في عليها عقوبات أو لا، جاي من إيران أو من وين جاي، بده يشوف كيف بده يأمن مازوت أو كيف بده يأمن بنزين. فبالتالي تشوف إنه السوق قد يكون إنه نوصل لمحل يصير في المازوت والبنزين الإيراني ياخذوا هن تيصيروا النسبة الأكبر من السوق بعد فترة زمنية إذا ظل الوضع هيك وما تحسن. من المسؤول، الدولة أم حزب الله؟ ومن يراقب الجودة؟ المدير السابق للاستثمار في وزارة الطاقة غسان بيضون. طبعا هي دورة تعطي الترخيص وتراقب الإذن والنوايات، هيدا دورة. نحن بوضع استثنائي غير عادي برأيي التبدك الموضوعي اللي عم يصير اليوم، فينا نحطه بهالإطار ويبقى عدم قدرة الدولة على تنظيمه أو تأثير فيه أو منعه موضوع يعني في جدل حوله. بيضون يؤكد أيضا أن الوضع إنساني بحت، ومن هذا المنظار يجب التعاطي معه. الدولة لأنه ما قادرة تعمل اللي لازم تأمن الموضوع يعني بحالة عجز، وهالعجز هو اللي ترك فراغ وترك مجال لخلق فراغ قوى تانية أو من جهات تانية أو من مراجع تانية. مبادرة حزب الله التي غلفت بطابع إنساني لابد أن استثمارها سيكون سياسيا على المدى المنظور في ظل غياب سلطة عن مطالب شعبها، والعالق في أذهاننا صورة رجل مريض على آلة الأكسجين يقول عبر صوت لبنان نريد المازوت من أينما أتى، ونحن نسأل أين الدولة؟ تراز الخوري، صوت لبنان. التقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرانسكا. فرانسكا أكدت خلال اللقاء أهمية إجراء الانتخابات النيابية والقيام بكل الإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما طلعت على رؤية رئيس ميقاتي المستقبلية وقالت ما يهمنا هو أن يكون لبنان ناجحا ومزدهرا، ولكن نحن بحاجة لإجراء خطوات مهمة وجدية لتلبية حاجات المواطنين اللبنانيين، ويجب أن تكون هذه الإصلاحات في قطاع الكهرباء. كذلك يجب استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لأنها ستشكل خطوة أفضل لمستقبل لبنان. وأضافت أطلعني رئيس ميقاتي على أولويات عمل الحكومة وأؤكد أن الأمم المتحدة مستمرة بمساعدة لبنان في المجالات كافة، لا سيما في موضوع إجراء الانتخابات النيابية. إلى ذلك تنعقد جلسة لمجلس الوزراء عند الرابعة من بعد الظهر في قصر بعبدة لإقرار البيان الوزاري تمهيدا لمثول الحكومة أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل لنيل الثقة. وزير الاقتصاد أمين سلام أكد بعد اجتماع مع نقابتي السوبر ماركت والمستوردين للبحث في تسعير السلع عدم التساهل من ناحية الرقابة والعقاب مع أي مخالف لأصول التسعير، وقد نضطر لإقفال بعض المحال المخالفة. أطلع رئيس الجمهورية ميشيل عون المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على الواقع الصحي في لبنان، ولا سيما سبل معالجة جائحة كورونا. وقد لفت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بعد لقائه عون إلى أن المنظمة ستعمل مع الحكومة الجديدة للمساعدة في تقديم حلول سريعة وحلول طويلة الأمد وعلى تقديم الدعم بأي طريقة ممكنة. في هذا الوقت كورونا تسجل إصابات مرتفعة في منطقة جبل محسن ووزارة الصحة غائبة، تقرير روعة الرفاعي. أمام ثقل الأزمات التي يرزح تحتها المواطن اللبناني لم تعد قضية الكورونا لتحتل حيزا مهما في يومياته، وبات خبر الإصابات والوفيات مجرد أرقام يتم الإعلان عنها من دون الوقوف عندها. فهل عدد الكورونا للانتشار والإصابات في تزايد مستمر؟ في منطقة جبل محسن أكثر من 80 إصابة كما تفيد فحوصات البي سي آر، البعض منها إصابات حرجة لكن هي تبقى خارج المستشفيات، وتعمل الجمعيات في المنطقة على تأمين
ما يلزمها من أجهزة أكسجين وأدوية إن توفرت، لكن المسؤولية كبيرة ووزارة الصحة لا تظهر أي اهتمام. فماذا يقول رئيس جمعية جناح الرحمة بشار حلبي عن الإصابات؟ نحن بالفترة الماضية كان عندنا بحدود 80 حالة كورونا بجبل محسن، كان عم تتابع من قبل ممرض. هاي الحالات المعلنة اللي كنا بنعرف فيها، الحمد لله بدأت الحالات شوي بالانخفاض. عم نواجه كذا مشكلة، مشكلة تأمين أجهزة التنفس ومشكلة تأمين الأدوية المقطوعة من السوق. نحن مناشد وزارة الصحة تعطي أولوية واهتمام لهذا الموضوع. من جهتها عضو بلدية طرابلس وعضو لجنة الحد من مخاطر الكوارث والأزمات في محافظة الشمال رشا سنجري أكدت على أنه بحسب إحصاءات وزارة الصحة في طرابلس فإن العدد التراكمي حتى تاريخه 22223 إصابة والوفيات 595 حالة. فما الذي تقوم به بلدية طرابلس للحد من الكورونا؟ حملة اللقاح بيحميك بالتعاون مع صليب الأحمر اللبناني للمساعدة على التسجيل بالمنصة بوزارة الصحة لتلقي لقاح ضد الكورونا. كمان الجلسات التوعية والتسجيل على المنصة هو بالتعاون مع الحد من مخاطر الكوارث بالصليب الأحمر. عم بيصير في تسجيل وتوعية بضمن الجمعيات، بيروحوا المندوبين صليب الأحمر على الجمعيات وبيصير لقاء مع المواطنين مباشرة، بيوعون مدى أهمية أنه أخذ اللقاح وبيصير تسجيلهم على المنصة. عدد كورونا يسجل الكثير من الحالات سيما في صفوف الشباب ونحن على أبواب العودة إلى المدارس والجامعات، فهل تدرك وزارتي الصحة والتربية حقيقة المخاطر التي تتهدد المواطن والمجتمع؟ من طرابلس روع رفاعي، صوت لبنان. أطلق نقيب المستشفيات في لبنان سليمان هارون صرخة عبر صوت لبنان محذرا من أن معمل الشاب للأكسجين نفد من المازوت. 65% من مستشفيات لبنان مهددة بفقدان مادة الأكسجين ابتداء من غدا. نحن أمام كارثة كتير كبيرة، إذا مش اليوم تأمن مادة المازوت وبشكل كبير لمعمل شاب للأكسجين. هو بحاجة لعشرين ألف لتر يوميا، لازم يتأمنوا اليوم لتأمين استمرارية العمل. لحتى يرجع يقدر يقلع عن جديد بده على الأقل 4 أيام. بعد لقائه السفير الألماني أمس، التقى سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري السفير الياباني، حيث جرى خلال اللقاء التداول في آخر المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية. عودة المدارس وصحة الأهل النفسية ليست بخير. رانيا عبيد. هم الأهل يكتمل مع عودة أولادهم إلى المدارس، فبين تأمين المعيشة ودفع فواتير المياه والكهرباء تأتي مدفوعات المدارس، ومع كل ذلك يرزح الأهل تحت ضغوطات نفسية عديدة. شي منيح رجعوا على المدرسة بعد كنا محجورين، الأولاد محجورين كتير، حرام يعني شي سنتين ما شافوا كتير عالم ولا ناس ولا أولاد ولا شي، ولا عم بعاني يعني معهم بالمدرسة. شغلة منيحة وإن شاء الله تكفي السنة الدراسية تخلص على خير ما يجينا شي جديد. التضخم اللي صاير خلى الضغط يكبر كتير لدرجة ان الاهل صايرين عم يحكوا لحالهم، ما عم يعرفوا فعلا شو بدهم يعملوا. يعني اذا مبرايب 25,000 ليرة، اذا قلم ما بعرف قده، اذا قلم ستيلو لازم يكتب فيه الولد مع افاس او كسر 100,000 ليرة، مقابل انه معاش هالبي او الام يلي كان مليون ومليون ومئتين من فترة وجيزة كان يساوي 800 دولار او 900 دولار، اليوم ما بيساوي 50 أو 60 دولار. المتخصصة في علم النفس مارتين الزغبي أبو زيد تقترح بعض الحلول للحد من هذه الضغوطات. على طول وقتها بكون عنا كتير ضغوطات عم نعيشها، لازم نتعلم كيف ننظم ضغوطاتنا تما تعملنا ولا قلق ولا اكتئاب ولا نعمل حالات غضب موجهة صوب الشخص الآخر. منشان هيك أنا بدعي اللبنانية اليوم أنه يجربوا ينظموا هالمشاكل اللي عندهم إياها، ينظموها بالأولويات. أنا اليوم وين أولويتي؟ الأولوية اليوم أنه أمن بنزين تروح على المدرسة وصل الولاد، من أولويتي أمن مزود تدف البيت لأنه بعدنا بالصيف. الأولوية اليوم أنه أقدر أمن لهم كتب وأقدر أمن لهم قرطاسية تيقدروا يروحوا على المدرسة. اليوم من أولويتي شو بدي جيب لهم تياب لبعدين. تنظيم الأولويات بتخفف لي ضغط نفسي على حالي. تاني شغلة النظرة الإيجابية اللي عندي إياها بالفترة الأخيرة، وكتير بفهم العالم صار عنا نظرة سوداوية على كل الأمور. خلينا نضلنا على طول عم نشوف أنه في أشياء إيجابية، نستغل
المومون الإيجابي، يعني بدع الناس يعيشوا الحاضر. أنا اليوم قادر أكفي ولادي بأكلاتهم وبدرساتهم، ما فكر بعد 6 أشهر إذا هيدا الشيء رح يضلوا مزبوط، لأن نحن منا عارفين عشية كيف رح ننام بلبنان. مع كل هذه الأزمات التي نعيشها، علينا ولكي نستمر ألا ننسى صحتنا النفسية ومدى تأثيرها على حياتنا اليومية. رانيا عبيد، صوت لبنان. أكد قائد البحرية الإسرائيلية تكثيف التواجد في البحر الأحمر لمواجهة إيران. وزير الدفاع البريطاني اعتبر أن الاتفاق مع أستراليا لا يخص أي صراع مع الصين، وقال أن لا حرب باردة، مؤكدا أن بلاده تمتلك غواصة نووية في المحيط الهادئ. رئيسة الوزراء النيوزيلندية أعلنت اليوم أن الحظر الساري على دخول أي قطعة بحرية تعمل بالدفع النووي مياه نيوزيلندا سيسري على الغواصات التي تعتزم حليفتها الأوثق أستراليا الحصول عليها بفضل شراكة أبرمتها لتوها مع الولايات المتحدة وبريطانيا. الخارجية الصينية اعتبرت أن أمريكا وبريطانيا وأستراليا يدمرون السلام والاستقرار الإقليمي بعد صفقة الغواصات النووية. رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان كان مبكرا ومستعجلا، وأوضح أن الوضع في أفغانستان يحمل مخاطر أمنية لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي عليها الاستعداد لاستخدام إمكانياتها الكاملة لضمان الاستقرار على حدودها. والآن الصفحة الأخيرة مع الأحوال الجوية. الجو غدا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار خفيفة متفرقة في خلال الفترة الصباحية. إذن كان في هذه النشرة مذكرة توقيف غيابية بحق فينيانوس وأهالي شهداء تفجير المرفأ طفح كيلهم. غسان عويدات، غسان خوري، انتوا مجرمين وانتوا مدانين وذمنا برعبتكم. إيران، بنياس، لبنان، مثلث وصول المحروقات الإيرانية إلى لبنان. جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم لإقرار البيان الوزاري. المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان تشدد على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. النشرة انتهت، شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.